واحد يقول ذكرتم قد أرسلتم في إجابة سؤال من قبل إن الله يتدخل لينقذ الأبرار من الأشرار، ويتدخل ليحد من حرية الإنسان التي انحرفت نحو الشر بصفته ضابط الكل. فما الحكمة في الآية؟ إن الله لم ينقذ ثمار من يد أمين من نبوت الإزرائيل الذي قتل غدره وابنة تفتح الدلال. ربنا بيهم المصير الأبدي للشخص أكثر من حياته على الأرض. يعني على الأرض ممكن يحدث ظلم، ممكن يحدث قتل، ممكن تحدث جرائم، ممكن إنسان ما ياخدش حقه، ولكن ربنا بيعمل الحساب ده على مصيره الأبدي يبقى إيه، وكله بيتعوض فوق. لكن ربنا مش هيتدخل لكي يمنع كل الجرائم التي على الأرض، وإلا تبقى حرية الإنسان ضاعت. فبيترك الإنسان حرا يعمل كما يشاء، عايز يظلم يظلم، يرتكب حادث يرتكب حادث، يخطئ يخطئ، وليها حساب في يوم معين. لكن مش معناه أن ربنا يتدخل لينقذ الأبرار من الأشرار يعني الأبرار ما يجرى لهمش حاجة، لا أبدا. طب نساب يوحنا المعمدان يتسجن ويتقتل، لكن ليها حساب بعدين، حساب بالنسبة للذي قتل كيف يعوضه الله وكيف يكلله، وحساب بالنسبة للقاتل كيف يجازيه الله. لكن تدخل ربنا مش معناها تدخل مطلق بحيث يغير مجرى الأمور كلها. ولو كان تدخل مطلق كنا نلاقي نفسنا عايشين في عالم كله بر وكله فضيلة وما فيهوش خطية.